بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الداخلي هو ذاك الشعور بالسكينة والأمان، لطالما بحث عنه الإنسان ولم يجد إلا قلة سبيله إليه. تريد أنت أيضا السلام الداخلي، تريد النجاح، تريد الشعور بالطمأنينة أينما كنت وكيفما كنت. الطريق سهل والدستور موجود لكل زمان ومكان ولكل إنسان. دعنا في رمضان نعيش كل يوم أحد طرق النجاح وكيف نملأ الخزينة بالطاقة الإيجابية. انتعش معنا كل يوم واروي ظمأك من أجمل دستور في الحياة، ودع شمس الحبيب تشرق في صدرك كلما سرت على خطاه. أهلا بكم معنا في شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم إخوتي في حلقة جديدة من سلسلة شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن القصة اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفع إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج أي حشى موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أي بذلت جهدي أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذ لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. فوائد كبيرة وعظيمة من القصة أذكر 3. إذن الحكمة الأولى حسن الظن بالله والعباد، شهادة الله أعظم شهادة وكفالة، والرجل الذي أقرض المال قبل بشهادة الله وكفالته. وهنا أستحضر جملة جميلة مليئة بالحب ذكرها صحابي جليل عبد الله بن عمر الذي كان كثير الصدقة، فحذروه من أن يخدع، فأجاب هذه المقولة العظيمة من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله إن خدعنا له، وهي تدل على النفس حين تسمو بالحب الكبير لله. إن خدعنا حبا له وطمعا في كرمه وفي عفوه ومغفرته ولنيل جنته، فمن خدعنا بالله إن خدعنا له فلنحسن الظن. وفاء الدين في موعده من أعظم الحقوق والواجبات. فإذا الحكمة الثانية فيما يخص هذا الوفاء، فكما في الحديث ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله،
ونرى كيف أن الرجل يعني يسعى ويسعى ويسعى للالتزام بالدين والمواعيد، فقد التبس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا، زجج موضع الخشبة لم ينصرف حتى ولجت الخشبة في البحر، حتى بعد إلقاء الخشبة بدأ بالبحث عن مركب، أحضر معه 1000 دينار أخرى لسداد الدين. فنرى كيف يعني هناك استمرارية في السعي لاحترام الالتزام والدين. فهنا يعني نرى الحكمة الثالثة والأخيرة، إذا خشية الله تيسر الأمور. فالأول حسن ظنه بالله والعبد فرد إليه ماله كاملا بالخشبة، والآخر سعى يعني وربح أيضا 1000 أخرى فعاد بها راشدا، ولسان حالهما قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العظيم. جعلني الله وإياكم تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. إذا نهاية الحلقة، شكرا لاهتمامكم. لندع شمس الحبيب تشرق في صدورنا، وموعدنا غدا إن شاء الله.